جائحة تسريب المعلومات الأمنية والاستخبارية تنتشر، وكتب سرية للغاية تصل إلى المواقع الإلكترونية قبل الوحدات الأمنية. أسبابها غياب العقوبات الرادعة، تداعياتها كارثية على الأمن بحسب متخصصين. من أكبر الأخطاء والخلل هو سرية المعلومات وكشفها على مستوى مواطن. الكل يعرف إلى أن هنالك معلومات أو وثائق سربت خارج المؤسسة الأمنية وعلى مستوى الشارع العراقي خلال 24 ساعة. هذا خلل كبير ينعكس بالتالي على إمكانية يعتبر قوة إلى العدو، يعتبر قوة إلى داعش أو التنظيمات الإرهابية، كونها عرفت كل التفاصيل أو الإجراءات الأمنية المفروض أن تتخذ. وزارة الداخلية تحذر منتسبيها من نشر المعلومات الأمنية وإفشاء البرقيات السرية، فيما تؤكد فتحها مجالس تحقيقية بحق المخالفين. فتسريب الوثائق لم ينحصر في وزارة أو جهة أمنية محددة، وإنما أصبح ظاهرة تنتشر مع كل حدث أمني. سلوك وظيفي مرفوض بالتأكيد، وهنالك متابعة من قبل وزارة الداخلية فيما يتعلق لأي وثيقة تسرب من قبل وزارة الداخلية، ونتكلم يعني الوثائق صادرة من وزارة الداخلية، ونتكلم عن ضباط أو منتسبين أو موظفين. هنالك توجيه من قبل السيد وزير الداخلية بالمتابعة والرصد لأي وثيقة، ومن ثم فتح التحقيق. وبالفعل يعني تم فتح أكثر من تحقيق في قضية لوثيقة أو برقية سربت سواء من وزارة الداخلية أو توابعها. علي الأحمد، العراقية الإخبارية، بغداد.